أهلا بحضرتكم. منذ يعني فترة قصيرة السوشيال ميديا ومواقع التواصل والمواقع الصحفية أثارت جدل حول زواج ما يعرف بالبار تايم. صاحب المبادرة هو أيضا المثير للجدل الذي أثار من قبل تجربة زواج التجربة، ربما يكون ذلك من عدة أشهر منذ عام. البارت تايم معناه انه، واحنا هنعرف من صاحب المبادره نفسه ايه المفهوم، انه يعني ما فيش اقامه كامله للزوج في بيت الزوجيه، يمكن ليه يعني يكون زواج لمده يوم في الاسبوع من خلاله يتم حل ازمه المطلقات التي بلا مأوى او معيل، وايضا حزم ازمه الرجال الراغبين في الزواج بامكانيات ماديه ليست مرتفعه. كما يقوم هذا الزواج البارت تايم على اساس التنازل عن حق الاقامه الكامله للزوج في منزل الزوجيه مقابل تواجد الزوج في اوقات محدده من الاسبوع واتمام الزواج بشكل كامل في هذه الايام، وكانها عمليه استلاف للزوج من زوجته. وقد لاقت الفكره العديد من الانتقادات، وصفها البعض بانها مخالفه لاعراف المجتمع المصري، وصفها بعض علماء الازهر انها غير شرعيه او غير حلال، والبعض الاخر راى انها يعني شرعيه. الحقيقه الموضوع مثير للجدل، الموضوع يعني النهارده مثلا نادي ما يسمى باتحاد المطلقات اصدر تصريح انه هيحل مشكله مطلقات. بعض الاراء المتحفظه تقول انه ضد عاداتنا وتقاليدنا، وانه يهدم الاسره، وانه ضد الدين وضد الاخلاق. في كل الاحوال معي صاحب المبادره الدكتور احمد مهران. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. ازيك يا دكتور؟ منورني. الحمد لله، ربنا يخليك. انت ليه كده بكل شويه تطلع تعمل فرقيعه في والله انا ايه زواج حاجة. التجربه ثم زواج البار تايم. والله زواج التجربه اخباره ايه الاول؟ هقول لك. الاول مساء الخير عليك. مساء الفل. انا بشكرك جدا على الاستضافه الكريمه. انا يكرم. والله انا زي كل الناس. حضرتك على فكره عندي في الفرنس على فيسبوك، والاسره كلها على فكره عندك اصدقائي. فانا لا، واحنا مع بعض، انت بتطلع معايا من سنين، من 10 سنين. فانا زي اي حد عندي اكاونت بكتب عليه رايي الشخصي بحريه شخصيه، بكتب عليه مواقف، حاجات بقابلها في حياتي كمحامي. والناس عارفه ان احمد مهران دلوقتي واحد من اكبر المحامين المتخصصين في مجال الاسره وقضايا المراه. فساعات بكتب على صفحتي حاجات من اللي بسمعها من الستات، او من تجارب الحياه والخبرات اللي بكتسبها من قضايا الاسره، اعبر عن رايي، اطرح فكره، اقول حاجه سمعتها، حقي على صفحتي. افاجئ ان في ناس قاعده متربصه بصفحتي تاخد هذه الاشياء، هذه المدونات، هذه المنشورات، وتحولها الى اخبار في المواقع والصحف. نعم. وتنزلها على صفحاتها وبعناوين مثيره غير اللي انا اقصده خالص. ويحولوها لترند. انا مش موقع اخباري، ولا انا تلفزيون، ولا انا وسيله صحفيه ولا اعلاميه عشان اعمل ترندات. انا راجل عندي اكونت عادي عليه 5000 واحد. بس انت كتبت حاجه انا قريتها قريب، ان انت ممكن تسلفي زوجك ولا هو الموضوع نفس موضوع فكره زواج البارت تايم. انا هشرحها لحضرتك دلوقتي. البارت تايم. اما بالنسبه لموضوع التجربه انت سالتني عنه، فعايز اقول يعني في عجاله كده، عشان هو ده مش موضوعنا. هو بس هل بعد المده، هو من سنه كان، من حوالي سنه تقريبا. بعد السنه دي ايه المحصله؟ محصله ان احنا حلينا مشاكل كتير. ما هو الفكره مش عقد جواز، هو مش جواز اصلا، هما اتنين متجوزين بينهم خلافات واحنا بنحاول نصالحهم على بعض، فعملنا لهم عقد صلح. يعني زواج التجربه ده ما هو الا عقد صلح بين زوجين، الزوجين دول بينهم خلافات وصراعات، فبنقول لهم يا جماعه جربوا تدوا بعض فرصه اخيره. بتيجي الست تقول لك بيبهدلني وبيعمل فيا، وانا اديته 30,000 فرصه وما فيش ولا مره بيرجع او بيتصالح حاله. فبنقول لها معلش جربي تديله فرصه اخيره، جربي تديله فرصه اخيره، بس المره دي هتبقى الفرصه دي مكتوبه في عقد اتفاق يحدد الشروط اللي بينكم، ويبقى كل واحد عارف التزاماته وعارف اللي له واللي عليه. فعقد زواج التجربه ده هو مش عقد جواز، هو انا مسميه كده، انما هو في الحقيقه عقد صلح بين زوجين بنرجعهم لبعض وبنحاول نمنع الطلاق. هو فقط للمتزوجين من قبل؟ للمتزوجين اصلا وعايزين يتطلقوا. فعملنا لهم عقد صلح. يعني مش من الاول خالص. لا خالص، مفيش الكلام ده. طيب نروح لزواج البار تايم. ايه بقى برضه زواج البار تايم ده؟ وبالمناسبه خليني ابقى يعني افتكر اقول لك انا جبت المصطلح ده منين. زواج البار تايم ده موجود كتير جدا في المجتمع، ما هوش اختراع انا اخترعته، ولا جواز انا استحدثته، ولا اي حاجه من الكلام ده. ده شيء موجود ما بين الناس كلها جوه المجتمع، ناس كتير عامله ده ومطبقاه، بس كل الحكايه ما كانش له اسم او ما كانش له توصيف. كتير من الرجال متزوج وليكن مثلا من زوجتين، زوجه اولى ام ولاده وعايش معاها بشكل دائم،
وزوجة تانية ممكن تكون في محافظة تانية أو في مكان تاني، ومتفق معاها من قبل الجواز أنت عارفة ظروف بيتي وحياتي، فأنا مش هقدر أقيم معاكي إقامة كاملة، أنا هجيلك مثلا خميس وجمعة كل أسبوع كل أسبوعين. وقالت له أنا موافقة، وبناء عليه راحوا للمأذون واتجوزوا جواز شرعي ورسمي وحلال. علاقته بالست الاثنين الستات دول دول زوجاته. بس مش مكتوب فيه كلمه البارت تايم ده توصيف؟ لا ده انا سميته كده. انا سميته كده، مفيش حاجه اسمها بارت تايم. طيب. ده مش نظام جواز جديد احنا بنخترعه ولا حاجه، ده انا وصفت الحاله دي. فالراجل ده عايش فول تايم مع الزوجه الاولى وبيروح للزوجه الثانيه بارت تايم. هو ده اللي انا قلته. بس ليه ولين انا قلت ما كده؟ ما تعرف الزوجه الاولى. لا، موضوع بقى اعلام الزوجه الاولى واختارها بالزواج من عدم، وده موضوع تاني. وموضوع يخص الزوج، هو اختار الزوجه الاولى. هي بقى الزوجه الاولى عرفت وموافقه او عرفت ورافضه وراحت رفعت دعوى طلاق للضرر، ده فرق تاني. امال ايه سلفي جوزك لصاحبتك؟ ده نفس الفكره، نفس الفكره. بنقول الستات كتير ساعات تيجي تشتكي ان جوزها بيقول لها انا عايزه اتجوز، انا عايزه اتجوز عليكي، انا بفكر اتجوز عليكي. فانا بسمع ده من الستات. ساعات الستات بيوجدوا حلول للمشاكل اشطر مننا. يعني انا لما بقعد ساعات في قضايا الستات وبيجولنا في قضايا ومشاكل كتير، ولما بنزل محكمه الاسره الستات بيقابلوني ويتلموا حواليا يسالوني ويستشيروني في حاجات. ساعات بسمع منهم حاجات والله العظيم الستات دول عبقره. ساعات بيبقى عندهم حلول لبعض المشاكل اللي موجوده في المجتمع احنا ما فكرناش فيها. فتلاقي واحده بتشتكي ان جوزها دايما بيهددها انه هيتجوز عليها، فجت صاحبتها قالت لها طب ما تجوزيه انت، جوزي انت بمعرفتك، طالما انه مصمم يتجوز شوفي واحده من قرايبنا ولا من صاحباتنا اللي طلقت. نعم. وجوزيه لها، ويبقى متجوز بارادتك وبمعرفتك وتحت عينيكي وباختيارك وانت اللي مجوزاه، وشوفي هيعمل ايه. خليه يشوف غيرك عشان يعرف قيمتك، خليه يشوف الوحش عشان يعرف قيمه الحلو. انا واقف بسمع كلام الستات كانك بتسلفه لها يوم ولا يومين في الاسبوع، وهو بقيه الاسبوع معاكي، خليه يجرب انه يتجوز عشان يعرف قيمتك ايه. كلام موجود في المجتمع، حاجات موجوده عاديه. ده ممكن ان يقبله فئه قليله، مش ما هو ده مش فرض على حد. هو انا لما اقول لحضرتك ان انا بشوف ده، ده معناه ان انا بفرضه على الناس، بقول للناس اعملوه؟ انا لا بفرض حاجه ولا بقول للناس اعملوا، انا بحكي مواقف وتجارب بشوفها قدامي وازاي كانت مفيده في حل مشاكل. لكن مفيش تغيير في عقد الزوجيه ولا له علاقه بعقد الزواج اصلا. الناس معايا الدكتور علي عبد الرادي استشاري الصحه النفسيه، يقول لنا برضه تاثير ده على الاسره. دكتور علي اهلا بحضرتك. محمد بيه ازي حضرتك؟ تحياتي ليك استاذ محمد وتحياتي للدكتور احمد وكل الساده الضيوف. حضرتك كتبت مقال عن هذا الموضوع اللي هو جواز البارت تايم، ما رايك؟ هل يؤثر فعلا على الاسره او على الزوجه الاولى نفسيا؟ طبعا طبعا. خليني اقول لك حاجه مهمه، هو اللي اتجوزها دي مش انسانه ليها مشاعر وليها احاسيس. نعم. كونها ايه لما تعرف ان هي تستاجر لساعات، ده رقم واحد. تستاجر؟ يعني ايه تستاجر لساعه؟ تستأجر لساعة على الفراش. ايه نظرتها بينها وبين نفسها؟ ايه نظرة اولادها لما يدخل واحد غريب يقعد معاها ساعة ولا ساعتين ويمشي في الاسبوع؟ نظرتها بينها وبين نفسها عاملة ايه؟ بس هو مش هو زواج، هو زواج زي ما قال الدكتورة. انا عارف ان هو زواج. الزواج يعني استمرار وكينونة مستمرة. طب وهي اذا قبلت ده يا دكتور، اذا قبلت ده او الطرفين قبلوا ده؟ القبول لا يعني تعميم التجربه. محدش قال لك عمل. راي دكتور احمد ان هو محامي، هو ليس متخصص في الدراسات الاجتماعيه عشان يطلع بتجربه اجتماعيه وتجربه نفسيه يعممها، مع احترامي للدكتور. انا ما عممتش يا استاذ، انا ما عممتش. انا عايزك ترد بعد منه، بس اكتب اللي بيقول انت عايزه. هاخد عشان انا بس متصل. اتفضل يا فندم. اتفضل يا دكتور. قول. التعميم التجارب النفسيه والاجتماعيه ليست امر احتفاظي او امر اعتباطي، ولكن هو يخضع لتجربه احصائيه راديكاليه من الطراز اللي بنسميه احنا التفكير المنطقي. مش مجرد ان رحت محكمه الاسره شفت تجارب النسوين يقولوا ايه فقلنا طب والله نعممها، لا. التجارب الاجتماعيه والعلاج الاجتماعي ما بيجيش كده خالص. الحلول الاجتماعيه والحلول للمشاكل الاسريه ما بتجيش من النوعيه دي. ايوه، كل راي الستات المصريات على عيني وعلى راسي، كل راي اللي بيحس بالمعاناه يعتبر، ولكن الحلول ما ينفعش تعمم في الجزئيه دي. لو جواز البارت تايم، انا ما ينفعش اخد واحده واقول لها حتى لو متفقين، حتى لو متفقين جزء منها في اللاوعي بتاعها بيقول لها هو بس بيجي لك الاسبوع في الساعتين دول. طيب خليني اقول لك انا من وقت النفسيه والعياده النفسيه يا معالي الدكتور احمد،
اللي بيقول لنا متجوزين زوجه ثانيه ويكون معلن بتحس ان حقها مهضوم وبيجي لها كم مره؟ بيجي لها 3 ايام. طب جات لي كم حاله العياده دي؟ جات لي كتير جدا جدا جدا. طيب الجواز العرفي بيقول لنا بتحس ان هي متجوزه عرفي وبشوفه مرتين في الاسبوع بتحس الامرين. كلا الحالتين ده رد يعني حضرتك رافض الفكره تماما يا دكتور علي؟ طبعا رفض الفكره تماما لان ده اهانه للست المصريه. وجهه نظر الست المصريه لا تستاجر للفراش، الست المصريه تتزوج زواج معلن ويكون لها نفس الحقوق الزوجه الاولى مع علم الزوجه الاولى واحترام الاثنين لكينونه واحترام وقدسيه الزواج، الزواج تمام. مش لعبه ندرب فيه. الزواج ده رباط مقدس لكل الاديان. بشكرك جدا دكتور علي عبرادي استشاري الصحه النفسيه. خليني ارد على اللي قاله في كلمتين، هو بس واضح ان الاستاذ علي ما كانش معانا من الاول فما سمعش الموضوع وما عندوش فكره عن الموضوع. فانا بقول له للعلم ده جواز شرعي رسمي على كتاب الله وسنه رسوله وعند مأذون وموثق ومشهر ومعلن وكل حاجه. لكن الاصل في الشريعه الاسلاميه ان المؤمنون عند شروطهم. فلو هو اشترط عليها ان ظروف حياته كده وهي وافقت من قبل ما يتقدم لها وقالت له انا موافقه فتقدم لاهلها وطلب ايديها وتجوزها، يبقى ده تم بالتراضي وبالاتفاق وده حلال شرعا ولا يجوز تحريمه. بس خلاص. طيب ماشي. اخد استاذ ايمان من البحيره. اتفضل يا استاذ ايمان. كمال ابو خليفه من البحيره. كمال قالوا لي يا علي يبقى اسمع يا علي صح. استاذ كمال اتفضل يا استاذ كمال. الو. ايوه سامعك. اتفضل يا استاذ كمال. انا لاول مره هنتفق مع الاستاذ احمد. لاول مره. لان احنا بنعمله كل حاجه، عاوزين نعمله كل حاجه اللي هي الغلط في الدنيا. تمام. متفق معاه ليه؟ اول مره اتفق معاه ليه؟ عشان ما نعملش في الدنيا. اولا خد بقى، خد لعندك قله من المجتمع بياخدوا معاشات بال 10,000 متجوزه عرس. طب ما تعملوا مظبوط يا جدعان. تمام. انتوا ليه تحبوا تعملوا حاجات في الدنيا؟ طب انت مش هتيجي كده على الزوجه اللي بتبقى متجوزه والراجل متفق معاها والله انا هجيلك يوم في الاسبوع مثلا، مش احنا بنقول العقد السريع متعاقدين؟ ايوه. بس بعلم الزوجه الاولى حاجه كمان. ماشي مفيش مشكله. تمام. انت متجوز كام واحد؟ احنا نعمل في الدرع حاجات في الدرع واقسم لك بالله لو تديني تليفونك هقول لك على حاجات كوارث. طب انت متجوز كام واحده؟ واحده بس. بس انا هتجوز واحده كمان عشان الاقتراح بتاع الدكتور احمد. هتتجوز واحده كمان هي جنبك؟ طيب الاولانيه ما يقدرش. هي جنبك؟ ما يقدرش. لا انا بهدي النفوس، ممكن تديها لي؟ طيب لا نتجوز. سلم لي عليها. طيب الحاجة بس والله العظيم يا استاذ محمد. نعم والله الاقتراح ده جميل والله. طيب انا عموما مستني تديني الزوجه مراتك الحاليه عشان اعرف رايها. مش جنبي والله مش جنبي. المره ما تيجي بقديها لي. بشكرك يا عم كمال. انت كده هتاذي الراجل. بشكرك يا عم كمال. هتاذي الراجل كده حرام عليك. في بعد يا دكتور احمد خاص فعلا بالزوجه الاولانيه ونفسيتها وحالتها يعني بص هو ربنا سبحانه وتعالى اجاز طبعا وحل التعدد. التعدد نعم. الموضوع عندنا في مصر مرتبط بثقافه المجتمع. بدليل ان عندنا ستات زي الستات اللي عندنا في مصر هنا كده، في ستات في دول عربيه جنب مننا وهن ستات زي دول بالظبط، ما فيش فرق. دي ست ودي ست، نفس التكوين الفسيولوجي، نفس الخلقه. وهناك ثقافه المجتمع اللي هي اتربت فيه ان عادي جدا انها تبقى زوجه ثانيه او ثالثه وبيعيشوا مع بعض كمان في بيت واحد ومش زعلانين من ده ولا متضررين ولا بيشتكوا نفسيا. لكن احنا عندنا هنا في الثقافه المصريه ان الست انا زي الفريك ما احبش الشريك، فثقافه المجتمع بتملي عليها انها ترفض اي واحده معها. انه موضوع الطلاق الرهيب، انت كل 6 دقائق حادثه طلاق، كل دقيقتين عندنا حاله طلاق. الاحصائيات الحكوميه كان من حوالي سنه اللي فاتت كان كل دقيقتين و10 ثواني، دلوقتي بقى كل دقيقتين عندنا حاله طلاق. عندنا حوالي 2.5 مليون مطلقه. طب المطلقات دول هيتجوزها شاب ما اتجوزش قبل كده؟ مستحيل. طيب. امه هتقول له من قله البنات يعني؟ هتاخد واحده خارج بيت ومعاها عيلين كمان؟ مش هيتجوزها غير راجل يا مطلق يا ارمل يا متزوج وظروفه الماديه تسمح انه يعول اسره تانية ويصرف عليها هي واولادها. طيب. ويساعدها في تكاليف الحياه. اخد حسين. حسين اتفضل. حسن اتفضل يا حسن. مساء الخير. مساء عليك الخير. وحسن معاك من اسكندريه. مساء الخير. اتفضل عليك يا عم حسن. اهلا بيك. مساء الفل. اتفضل.
طيب يعني هو بص البارت تايم ده معروف، بس للاسف الشديد ده معروف لل زي ما قال الاستاذ احمد كده للزوجات اللي هم المطلقات. بس للاسف ده طبعا بيبقى عن طريق الجواز العرفي لاسباب كتير، عشان طبعا ياخدوا المعاش وياخدوا النفقه الزوجيه وياخدوا مسكن الزوجيه. والزوج العرفي ده بيروح ساعة أو ساعتين في ليلة أو ليلتين في الدرة طبعا، بس ده اللي بيتم اوريدي في المجتمع. أنت عايز تطلع ده للنور، يعني أنت مع الفكرة ولا ضد؟ أنت مع الفكرة يا حسن؟ لا، هي الفكرة مش هتتطبق، هو الفكرة عشان تتطبق بجواز شرعي. طب هو فين الحلال؟ ما هو الحلال إن أنت تعدل، فين العدل إن أنت تبقى في واحدة بتقعد معاها أسبوع كامل والتانية بتروح تقعد معاها ساعتين ثلاثة؟ يعني انت ضد العدل. ضد يا حسن؟ هو بس حسن خليني اقول لك حاجه، سامعني يا استاذ حسن؟ اتفضل سامعك. بص يا سيدي، هو فعلا مش هيحقق العدل ما بينهم، انت عندك حق، بس تحقيق العدل ده مساله نسبيه، ويجوز للزوجه انها تتنازل عن الحق ده. يعني هي يجوز ان مراته الثانيه الجديده تقول له انا متنازله عن حقي في انك تقيم معايا طول الاسبوع، وكفايه انك تجي لي يوم في الاسبوع. فده تنازل منها عن حق من حقوقها. يا استاذ احمد، يا استاذ احمد، انت حضرتك بتتكلم على الفعلي وعلى اللي فعلا حاجه موضوعيه وبتحصل. انا بكلمك على الواقع. الحركه اللي بتقوله ده خيال، مش هيحصل. اللي بيحصل الفعلي ايه؟ اللي هم بيتجوزوا عرفي بالطريقه اللي انت بتقولها دي. ويروح لها بارت تايم فعلا ساعه او ساعتين في ليله. لا انا بتكلم على الزواج الشرعي، على الجواز الرسمي. بشكرك يا حسن. محروس من هنا، معانا تليفونات كتير. هنا محروس، اتفضل. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. استاذ محمد بعد اذنك، بس ممكن بس تسيب للاستاذ دقيقتين بعد اذنك؟ اتفضل يا فندم، معاك، سامعينك. قاعدين جنبي 30 40 راجل. استنى يا محروس، اصبر يا محمد، اصبر يا حبيبي هنتكلم. يا استاذ. نعم. بعد اذنك يعني. اللي انت عايز تطبقه على الناس دي تطبقه على نفسك؟ مطبقه على نفسك؟ هو ليه هو الراجل بيقول فكره؟ لا لا، مش شرط يطبقها على نفسه يعني. يعني زوجتك، موافقه انك انت تتزوج عليها؟ موافقه، وانا متجوز عليها فعلا، انا متجوز اتنين. بجد؟ ايوه. معلومه اول مره اعرفها دي. متجوز اتنين، وواحده مقيم معاها اقامه كامله، والاتنين شرعي. أيوة. ورسمي، والتانيه بروح لها يوم كل اسبوعين. بجد؟ اي والله. انا بحسدك على جرأتك دي. انت فتوه على كده. انت فتوه. فتوه. انت فتوه. اصلا انا صعيدي من سوهاج، من جهينة. من جهينة؟ من عرب جهينة، من ولاد احمد. بنفج هنا، جهينة كلها ناس اشراف وناس ناس ما تعملش اللي بتعمله. ليه؟ لا 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 لا، انت مش فاهم الموضوع، انت عايز تقول اي كلام. محروس انا بس مش عايزك ضيفي له يعني. انت هو بس مش فاهم الموضوع. بلاش يعني الفاظ تخرج بره السياق. انا بشكرك جدا جدا جدا. طيب اخد سميحة من اسكندرية برضو. سميحة من اسكندرية، الخط وقع. انت بتقول صعيدي، وهل ده معناه انه الصعيدي يبقى مزواج يعني؟ ايه علاقة ده؟ يعني انت بتقول انا صعيدي، مفيش علاقة. لا لا، هو بيقول احنا عندنا في الصعيد، فبقول له طب ما انا كمان صعيدي. اوكي. شيء بشيء يذكر. طيب انت بقى صاحب تجربة. انا اتجوزت 7 مرات. بيتعاملوا يا راجل. عادي وعيب. الله عليك. جواز عيب؟ ايه ده؟ جواز حلال. ايه ده؟ شرع ربنا، جواز شرعي ورسمي. خلال قد ايه؟ مش فاكر. طيب من خلال تجاربك الكتير، هو لسه هتتجوز تاني ولا خلاص؟ يا مسهل يا ده راجل. والاثنين بيتعاملوا كويس يا دكتور احمد؟ عادي، كل طرف بيبقى في بيته وفي مكانه مستقل بحياته. دي بقى لها كام سنه التجربه دي؟ يعني وقت قليل، حوالي سنتين ثلاثه. وفي اولاد من الاثنين ولا؟ ان شاء الله خير يا رب. يا مسهل يا رب، ربنا يديك الصحه. ربنا يخليك. طيب معايا الاستاذ ايمن محفوظ، اتفضل يا استاذ ايمن المحامي، اتفضل. بمس عليك يا استاذ الغيتي، الاستاذ الكبير، وبمس على ضيفك الكريم. الله يكرمك. الله يخليك. وهو الاستاذ قبل ما نبدا كلامنا، الاستاذ بيقول ان اي حد بيهاجمه او بيختلف معاه في الراي بينعته بأقل الالفاظ يعني. لا، هو بالعكس، استقبل اراء مخالفه له بمنتهى رحابه الصدر دلوقتي. والله سايب. فبدل هو الاستاذ مش فاهم ان احنا بنهاجم الفكره مش بنهاجم الاشخاص. الاشخاص عندنا ما يعنوش اي شيء بالنسبه لنا، انما احنا بنحاكم افكارهم. تمام. وبنحاول. طب قول لي الفكره. خليني بس ارد على الحته دي. بص يا استاذ ايمن، استاذ انت في الاستاذ في اسمع بس يا استاذ اسمع يا اخ ايمن. انا كمان لا يعنيني الناس اللي بتنتقد، لان هم يعني
ارائهم وانتقاداتهم لا تعنيني لان هم غير مهمين بالنسبه انا 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 في البرنامج كل راي يحترم. لا هو بس لا لا انا اي راي يحترم الكلام ده لازم يتردد ويترد طبعا حقك تمام انا اسمعك يلتزم الحدود الحوار يا استاذ ايمن انت قلت حاجه مهمه انك بتنتقد الفكره او انت ليك راي في المضمون في الموضوع أيوه. اتفضل سامعينك باذان صاغيه وله الحق ان يرد على هذا اتفضل يا استاذ اما يكون اي حد ينتقده تاني. او يعارضه اتكلم في الموضوع اتكلم في الموضوع ما تتكلمش عني انا اتكلم في الموضوع يا اخ ايمن انا بتكلمش عنك انا بتكلمش عن حضرتك اتكلم في الموضوع ماشي سيبه يا استاذ دكتور ايمن انا بقدم مقدمه عشان اوصل رساله معينه طب اتفضل اتكلم في الموضوع يا ماشي بص يا استاذ اتفضل احنا لينا اسئله مشروعه اذا كان كل اللي بينتقدك وكل الناس تاني. اللي بتقول عليك فكرتك غير سويه انت حضرتك شايفهم وما يعنوكش فانت بقى حضرتك بقى نزلت برساله جديده من السماء واحنا ما نعرفش فانت منزه عن الاخطاء طب خش في الموضوع ازاي مش عندوش موضوع صدقني صدقني الراجل ده ما عندوش حاجه موضوعيه يقولها هنسمع ما عندوش فكره اساسا ما عندوش راي هترد والله هو داخل يهاجم انت بتقاطعه والاعداد على فكره قالوا لي ان ده الكلام من الطريقه دي يعني انا قلت لهم مفيش كلام بالطريقه دي كلموني في الموضوع هات لي حد بيفهم انا لا سامعك يكلمني بموضوعيه والنبي نسمع هات لي حد بيفهم يكلمني بموضوعيه طب ممكن انما ينزل شخصي يا دكتور احمد سيبه دي اتفضل يا سامي لو كنت بتحترم المراه المصريه اتفضل بدل ما تفكر ان هي سلعه ان هي تتجوزها مقابل ان انت تزورها يوم او اتنين او تلاتة وان انت متحمس لفكرتك الجميلة الحلوة اللي انت شايف ان هي مؤثرة قوي في المجتمع استحملت ازاي مدى الانتقادات ومدى الاهانات الكتيرة اللي وصلتك من الناس اللي عرضتك انا بقى ضد الاهانات وضد اي شيء وانا ملتزم جدا بميثاق الشرف الاعلامي او عايز اقول لحضرتك يا فندم انت كده بتسلع المرأة وبعدين حضرتك في حياتك الشخصية لا ابعد عن حياتك الشخصية انت بتتكلم عن حياتك الشخصية لا خليك في المضمون في المضمون انا مش بتكلم على حياتك انت الشخصية اتكلم في الموضوع يا ايمن افندي في الموضوع اتفضل يا ايمن افندي انت قديم قوي اتكلم في الموضوع عديها حضرتك هقول لحضرتك هقول لحضرتك انت بتفرق تجربتك علينا ليه يا سيدي انت بتسمعني ليه انت بتدور ورايا بتسمعني ليه انت قاعد مهتم تسمع كلامي ليه بتخش تفتش في صفحتي وتنتقد عليه انا حر اكتب واقول اللي انا عايز اقوله انت مالك علينا. انت مفرغ وقتك وحياتك ليا ليه انا لسه ما دخلتش في الموضوع طب ما تخش يا عم ايمن لحظه انت لما عشان هو بس قدامك دقيقه لو هيتكلم تاني الكلام يمس شخصي هقوم امشي لا لا حضرتك مش هيمس شخصي انا بقول لحضرتك لو انت سعادتك يا استاذنا الكريم تقبل ان اختك او براتك او اي حد تقع في هذا الموقف سواء ب انها تتجوز بار تايم يعني انها تتجوز بار تايم انا موافق طبعا طب خلاص هو انت موافق انا بقى شايف ده تصرف غير لا اخلاقي ومرفوض من المجتمع ده غير اخلاقي بالنسبه لتفكيرك انت المحدود انت ليه؟ تقول ايه انت عشان مش قادر تفهم الفكره فانت بتهاجم الاسم انت مش فاهم دار الافتاء دار الافتاء دار الافتاء وحينما نقول دار الافتاء فاحنا نقول كلنا نقول سمح وسط دار الافتاء لا انا عندي فتوى دار الافتاء بتجيز طيب. زواج البرتا هي الشهره ولا ايه على الشهره ايوه يا فندم انا بقول انا عندي مكالمه دار الافتاء يا اخ ايمن ايه تاني وانا هديك فرصه ترد كامله وايه تاني يا ايمن يعني هو علي الحكيم هو عايز يعمل مشكله يعني اتفضل ايه تاني طب نمشي يا علي تاني حاجه اي مفتي او اي قاضي بينظر للشروط الشكليه والشروط الشرعيه والشروط القانونيه لعقد الزواج لما تكتمل هذه الشروط يقول عقد الزواج سليم لكن لما تصرح بنيتك ان الزواج قائم على الجنس وتهين نساء مصر وتهين المطلقات في مصر وتقول ان هم محتاجين العلاقات الحميمه انا امي وامك وام الناس كلها في مصر يعني اتشربلوا واللي اتطلقت ونامت على عيالها وعشت على عيالها وربته وما فكرتش لا في الجنس ولا كده ليه عايز تصدر لينا مين قال كده يا ايمن افندي مين قال كده يا اخ ايمن انت جبت الكلام ده منين طيب خلي ايمن جبت الكلام ده منين يا اخ ايمن استاذ ايمن خليك معايا دقيقه النهار انا قدامي فتوى يا دكتور احمد ايوه انا قريت الفتوى عشان ثواني بس يا استاذ محمد ثواني ما هو انا لا ما انا قريت انا هقول لك في كلمتين دار الافتاء فتواها سليمه وانا بتفق مع كل ما جاء في فتوى دار الافتاء بس هم بيتكلموا عن حاجه تانية بيتكلموا عن واحد اتفق مع واحده يتجوزها شويه من الوقت
مده محدد المده عشان بقى الحاجات اللي بيقول عليها ايمن الفتوى بتقول تحديد وقت معين محدد للزواج. هو ده اسمعوا ايمن وهرجع لك. ايه انا محامي ومعايا كارنيه. ما انا كمان محامي ومعايا كارنيه. انا ما شفتلكش الكارنيه. وانا برضو ما شفتلكش كارنيه يا اخ ايمن. تعالى وريني كارنيه. تعالى وريني كارنيهك يا ايمن افندم. دخلنا كده في حرب. انا قلت لك ده داخل يتكلم بشخصي. ده شخص ما عندوش موضوع يقوله. ما عندوش راي، ما عندوش فكر. نرجع هو داخل يهاجم وبس. وعلي الحكيم هو اللي عايز يعمل البلبله دي. انت عايز تشتهر ليه اكتر من انت مشهور؟ انا مشهور اكتر منك. انت محدش يعرفك. انت نكره محدش يعرفك. عايز لا 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 انت نكره محدش يعرفك. لا 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 انا مش عايز. اللي انت بتعمله ده نفسك تبقى معروف. والنبي يا دكتور انا ضد. انت بتركب على الترند عشان كده مش عارفين نتكلم. انت بتسمع اي موضوع انا بعمله عايز تنط فيه. ما تتعبوش اعصابك. انا نط معاك. انت عايز تنط على الترند تركب على الترند. نفسك حد يجيب سيرتك ويجيب اسمك جنب اسمك. انا مش سامعه. انت نفسك اسمك يتحط جنب اسمك. والله ما انا سامعه. ده حلم كبير يا ايمن. مش بنتكلم في مناقشه. ده حلم كبير يا جماعه. مش نافع والله ما انت بتحلم ان اسمك يتكتب جنب اسمك. مش نافع والله ما نافع. شرف ليك يا ايمن. يا جماعه مش سامع. انا مش سامع. خليه يعني هو الكلام اللي بيقوله لازم ترد عليه. طيب خلاص. زائد انا بقول لحضرتك قول جمله اخيره. ما عندوش كلام يقول. انهي هذا الحوار. جمله اخيره. اتفضل. انا هستشهد بكلام دار الافتاء اللي بتقول ان هو بيسعى للشهره بلا اي شكل. وبعدين الكلام خلصان. المجتمع كله مش قابل هذا الزواج ولا هذا الشكل. ما هو ده مش جواز. انت مش عايز تفهم. ده مش جواز. ده نظام حياه. انا هديك والله فرصه دكتور للشهرة. شكرا يا ايمن افندم. شكرا يا ايمن افندم. انجح في حياتك الشخصيه. طيب انا ناجح يا ابني. انت مريض يا اشكرك. لا انت ولا فاهم حاجه. انت مريض. انا مش عايز. والنبي انت مريض نفسي محتاج علاج. ضد التصرف. ضد الكلام ده يا دكتور. ده مريض نفسي محتاج علاج والله. لا لا ضد الكلام. نفسه حلمه ان اسمه يتكتب جنب اسمه. ضد الكلام ده. والنبي ده مريض نفسي محتاج. راجع طبيبك النفسي يا ايمن. انا ضد الكلام ده. انا ضد الكلام. راجع طبيبك النفسي يا ايمن. هو متصل وراجل محترم وحضرتك راجل محترم. وانا ضد الاهانات الشخصيه. شكرا استاذ ايمن. راجع طبيبه النفسي يا استاذ محمد. ده عنده خلل يا عيني. شكرا استاذ ده صعبان عليا والله. لا انا ضد الكلام ده. والنبي صعبان عليا. لا معلش اللي بقوله ده. انا عارف انا بقول ايه. انا ضد الكلام ده. والنبي هو والله صعبان عليا. خلينا نحترم بعض. بص دار الافتاء بشكل متحضر. هو يعرف التحضر. اللي قالته دار الافتاء ده بتتكلم عن فتوى خاصه وانا متفق معاها زي ما قلت لك. بناس اتفقوا على ان هم يتجوزوا وقت محدد. واحد قال لواحده انا هتجوزك. ايه كلمه بار تايم اساسا وقت محدد؟ لا وقت محدد في نظام الحياه ما بينهم. لكن مش في الجواز. يعني ده اولا مش نظام جواز. لان انا قلت لك في الاول ان دول ناس متجوزين جواز رسمي عند مأذون موثق شرعي حلال مؤبد غير محدد المدة. كل الحكاية ان ظروف الزوج او ظروف الزوجة هي اللي اقتضت انه يبقى بيروح لها وقت قليل. يعني زي اللي متجوز زوجة واحدة وبيشتغل في الصحراء ولا في البحر وبيجي كل 27 يوم يقعد معاها 3 ايام ويرجع تاني يسافر. هل الراجل ده عايش مع مراته فول تايم ولا بار تايم؟ بس دي ظروفه. ما هو ده ظروفه برضه. قرر هو ده اللي انا اقصده. لو قرر انه يعيش فول تايم يعيش فول تايم. ايوه يعني يا استاذ محمد. طيب ما يقرروا براحتهم. يعني هو ده اللي انا اقصده. انت بتكتب في شرط الجواز البار تايم. هل لو هم حاولوا يغيروا هذا الشرط يكتبوا عقد تاني؟ عقد ايه؟ دول ناس متجوزين عند المأذون. جواز رسمي مش في العقد. هم يشترطوا الزواج ما فيهاش بار تايم. مفيش حاجه اسمها. هم عايزين يكتبوا في اسمها مش بار تايم بقى. عايزين يكتبوا شرط ان تم الاتفاق. ايوه في القسيمه فيها خانه للشروط. عايزين يكتبوا ان تم الاتفاق على ان الزوج نظرا لظروف حياته الخاصه وببيته الاول ينزل او هيعود الزوجه يومين كل اسبوع. احنا مالنا ما يتفقوا طالما ان الزواج شرعي ورسمي ومشهر ومعلن ومكتمل الشروط والاركان. دي ما كانتش واضحه بالنسبه لي واعتقد بالنسبه لناس كتير. هم مش فاهمين. في ناس كتير بتهاجم الاسم. أيوة. من غير ما يدوروا. طيب. في الفكره. لو استنى يسمع بس. تمام. ويفهم الفكره. علاء من الغربيه. اتفضل يا علاء. اتفضل يا علاء. السلام عليكم. عليكم السلام. وطي التلفزيون وكلمني من التليفون. اتفضل يا فندم. استاذ محمد. فضل. اللي بيحصل على التلفزيون دوت المفروض ما بيزعش. الايه؟ الايه يا استاذ علاء؟ انا سامعك. الو المفروض يقطعوا الخط. اللي بيحصل اللي حصل ايه من شويه ده ليه؟ المفروض يقطعوا الخط في ساعتها. ليه؟ عشان هو شايف ان الكلام ده كلام فارغ. سامع الكلام ده. ده حوار موضوعي. لا مش موضوعي. حوار ولا موضوع. لا بص ده كلام تافه من شخص غير مسؤول. لحظه بس ما تقطعش الناس. قول لي الواحد حر في تصرفاته. ايه يا استاذ علاء؟ كل واحد حر في تصرفاته. يتجوز ما يتجوزش هو حر في تصرفاته. هي حر في تصرفاتها. ما احنا عشان فكره انت حر ما لم تضر.
طبعا. يعني أيوة. انت حريتك لا تجني على الاخرين. هو لما يبقوا اتنين متجوزين أيوة. ومتفقين انه هيروح لها يومين في الاسبوع. طيب ده ضرنا احنا كمجتمع. انت مع الفكره دي اللي بيقولها الدكتور احمد مهران؟ هي مصعل كده وهو مصعل كده خلاص انتهى الموال. تمام. الراجل بيفهم. انت متجوز اتنين بين الاستاذ وبين اللي هو المتصل كلام المفروض ما ينفعش على الهواء حبيبي. ما هو ده رايي وده رايي. في ده ما عندوش راي. لا لا ده ما عندوش راي. انت ايمن ده ما عندوش راي. انت لا كل انسان ما دام يعني هو مقتنع بقى ده موضوع تاني. هو عقله مصور له ان هو عنده راي. بشكرك يا عم علاء بشكرك جدا جدا. ماشي هاخد احمد من الجيزه. احمد فصل من الجيزه. طيب واضح ان انت في يعني اراء وانا ملاحظ انه في ناس موافقه وناس رافضه. لا كلهم رجاله او معظمهم رجاله. طيب هنشوف. لا انت تعرف انا جبت مصطلح البارت تايم ده من واحده ست. انت قلت في طيب من خلال هل تم بقى خلال الفتره الاخيره نماذج تطبيق يعني اتعمل ده بشكل تطبيقي في الواقع؟ يا استاذ محمد انا مش مكتب تزويج. انا عارف انا راجل محامي. انا عارف انا ما عنديش ده ما بعملوش. انا هو انا بجوز الناس بارت تايم بس انت ولا انا عندي ستات ورجاله بجوزهم لبعض. انت بتشوف ايقاع استطلاعات راي. انا ملاحظ ان انت على السوشيال منتشر يعني طبعا انا برصد حاجات موجوده كل الموضوع ان انا عملت ردود الافعال ايه. انا عملت سبوت على حاجه موجوده في المجتمع وعملت لها اسم او توصيف بس. تمام. انا ما بعملش ده ما بجوزش الناس. طيب. انا بقول لحضرتك معلومه. انت تعرف يا استاذ محمد يا غيتي ان في رجاله متجوز اتنين وعايش مع واحده والتانيه في محافظه تانيه بيروح لها يوم كل اسبوع؟ بقول لك معلومه فايدك بتقول لي لا فقلت لك لا ده في ناس موجودين كده فعلا وناس كتير على فكره حوالينا متجوز اتنين عايش مع واحده بشكل كامل فول تايم وبيروح للتانيه يوم في الاسبوع بارت تايم كل اسبوع او كل اسبوعين حسب الاولانيه ما تعرفش وغالبا الثانيه والاولانيه تعرف او ما تعرفش بقى ده موضوع تاني ملوش علاقه بشرعيه الزواج. فهمت. ومتجوز الاثنين رسمي وشرعي وعند مأذون وكل حاجه واشهار واركان وكله. تمام. لكن بيروح لدي بس قلت لك معلومه لكن انا ما فرضتش على المجتمع. حطيت عليها تايتل بس حطيت بس عنوان. حطيت طيب عنوان. اخد سهيله من الجيزه. سهيله سهيله خط قطع مع انه كان نفسي اسمع راي المراه في الموضوع ده. علي الحكيم بقى يجيب. طيب انت هو جاي يولع الدنيا. لا 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 لا, لا بالعكس هو مجتهد بيحاول يجتهد يعني. كده مش بيجتهد بيحاول يجتهد كده. انا غلطان ان ملاحظ انا قدرتك. انا ملاحظ انه لا يعني انت مبدع. انت مبدع في افكارك. انت بتحاول بحاول بجتهد طبيعي كل يعني من اول يعني مع فارق الزمن والتشبيه وكذا. الامام محمد عبده ضربوه بالطوب لما قال انا هختفي بزوجه واحده. طبعا. واختلفوا مع الازهريين الازاهره في وقتها وكتبوا مقالات يعني وهو الامام انا بعتبره واحد من اعظم ائمه. واتهموه اتهامات خطيره لانه قال انا هكتفي بزوجه واحده. وكتب في العقد كده ان انا ساكتفي بزوجه واحده. قال لها لن اتزوج عليك ما حييت. قاسم امين قلده وقاسم امين كتب كتابيه المراه جت حين المراه بناء على افكار محمد عبده بالمناسبه. اللي احنا بنكفره دي وجهات نظر. حريه شخصيه. هو الزواج والتعدد حرام. بالعكس انا شايف ان كان في نهضه فكريه في بدايه القرن العشرين اكتر من دلوقتي. مين احمد؟ اتفضل يا احمد. احمد من الجيزه. محمد اهلا بيك اتفضل. الله يخليك يا فندم. اتفضل. بحييك وبحيي الدكتور اللي معاك. اهلا بيك. في الموضوع ده اتدرب عندنا شخصيا مع حماتي انا. حصل مع حماتك؟ ايه اللي حصل؟ بس هو الموضوع ما طولش ان هي اتجوزت برضه نفس القصه دي. حماتك زمان يعني؟ لا مش من زمان ولا حاجه من فتره قريب. حماتك اللي اتجوزت قريب صغيره حماته ممكن. حماتك عندها كام سنه؟ يعني حوالي 40. يا صغيره من حقها تتجوز. يبقى اتجوزت صغيره قوي صح. طب ما معاها اولاد. اوكي. كان معاها بنت صغيرة برضه. فهي كانت متجوزة برضه كانوا متفقين ان هو يوم يبقى يوم في الاسبوع. تمام. وانتوا عارفين الكلام ده وتمام واهلها عارفين وهو عارف. طبعا لا كله عارف وجواز ومستمرة؟ لا هم ما كملوش. ما كملوش ده موضوع تاني. لكن في ناس مستمرين. فكرة قابلة للتحقق. ما فيهاش حاجة. مش قابلة للتحقق. فكرة موجودة. أوكي. ومنفذة ومطبقة في المجتمع. أنا ما اخترعتش العجلة. انا ما عملتش اختراع جديد ولا انا كل الموضوع ان انا حبيت صياغة. عملت لها صياغه بس صحيح. ووضحتها للناس. طيب اخد اخر تليفون. طيب طيب يعني
ايه الهدف من انه انت كل شويه كده يعني انا من زمان بلتقي بيك وبتشرفني في برامجي. ربنا يخليك. وما شاء الله عليك برضو عندك خبره جيده في موضوع الاسره واحنا ما عندناش وعي اسري اساسا ولا وعي زوجي للاسف يعني. لكن انا ملاحظ ان كل مبادره انت بتعملها كانك بتلقي حجرا في مياه اسنه تثير زوبعه. للاسف هل تعمد الزوبعه دكتور احمد؟ مش هستفيد حاجه. اولا انا لا جهه اعلاميه ولا صحفيه ولا اعلاميه ولا تلفزيونيه. لا ما بتترقفوا منك يعني الفكره. انا بكتب على صفحتي زي كل الناس. ما عندها صفحات. وعندي موقع عندي صفحه على فيسبوك. على موقع الفيسبوك واكونت بكتب رايي. وعاده بكتب اللي بقابله في حياتي، مواقف اللي بقابلها، الخبرات اللي بقابلها في حياتي. بقى فاجئ ان الناس بتاخدها تحورها وتعمل منها موضوع. هم اللي بيحولوها لترند مش انا. لان انا ما عنديش الامكانيات دي اللي اعمل ترند، لكن هم اللي بيحولوها وتلاقي الناس عايزه تركب في الترند وتشعبط عشان اسمها تيجي جنب اسمي والموضوع يكبر ويتحول لفرقعه. لكن هو الموضوع ببساطه ان انا لما بتقابلني افكار بحس انها ممكن تفيد بعض الناس، مش عشان نعممها، لا، عشان نطرحها اللي تناسبه ياخد بيها. اللي تناسبه الفكره ياخد بيها، اللي ما تناسبوش هو مش مجبر. هي لا هي سنه تتبع ولا هي بدعه تجتنب. ما تجتنبش، ده شيء موجود في المجتمع. فبنعرض افكار على الناس. كل حكايه ان انا ساعات بحاول ادور على اسم. تعرف انا بشوف كتير جدا ناس متزوجين زوجتين، وبشوف كتير جدا سيدات متزوجه من راجل واحد، بشوفه كتير، لكن عمري ما دورت له على اسم ولا فكرت اعمل له اسم ولا عمري دورت اني اوصفه، لحد لما قابلت واحده ست في محكمه الاسره. زي ما قلت لك الست بيقابلوني في المحكمه تقول لك يحبوا يستشيروني ويسالوني في حاجات، فبتقول لي الدنيا والمصاريف وحياتي وبناتي كبروا والغلا وانا وانا. طيب. وانا فبقول لها خليني اقول لك الجمله دي لانها مهمه جدا. فبقول لها طب ما اتجوزتيش ليه؟ قالت لي والله انا نفسي اتجوز بس ليها مواصفات وشروط. قلت لها ايه مواصفاتك؟ انا نفسي الراجل اللي اتجوزه يكون متزوج وعنده بيت واسره واولاد ويجي لي يوم واحد بس في الاسبوع. طب ليه يجي لك يوم؟ صحيح. قالت لي انا بناتي كبروا بقوا عرايس وهو راجل غريب قاعد. عنهم هيقعد معانا في البيت يكتم على نفس ونفس بناتي وبقى يكشف مكشوف على عورات. ده ظرف خاص. انا بسيبك من الظرف. انا بحكي لك المصطلح جه منين. انا بقول لك المصطلح جه منين. فهمت. لكن لما يبقى موجود مع اولاده ومراته وبيجي لي يوم واحد، انا في اليوم ده هبعت البنات عند اختي عند امي واتفرغ له. انما يقعد معانا طول الوقت اي حريتي وحريه بناتي. فجبت انا عايز هي بتقول لي انا عايزاه يجي لي يوم واحد بس في الاسبوع ويسيبني بقيه الاسبوع، يوم واحد بس يكفيني بارت تايم. فقلت لها بتقولي ايه؟ قالت لي يجيني يوم واحد بارت تايم. قلت لها بارت تايم. قالت لي قلت لها يخرب بيتك انت بتجيب المصطلحات دي منين؟ يعني الستات هم السبب في الفكره. السبب في الفكره في عجاله. السبب الرئيسي للطلاق في مصر اسباب كتير كتير جدا. احنا من قدمت الدول في العالم. لا قول لي سبب. اكتر سبب بالنسبه لي انا اقتنع بيه السوشيال ميديا. ياه. مواقع التواصل الاجتماعي والخيانه الزوجيه. طب ما قبل السوشيال ميديا كان في ما كانش كده بقى. بس كان فيه كنا برضو من اوائل. لا 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 احنا زدنا من بعد 2008 لما الفيسبوك دخل مصر. طب السوشيال ميديا سبب رئيسي للتحرش. ما امراض نفسيه ونقص عند بعض الرجاله. عند بعض الرجاله. مش كل الرجاله. عند البعض طبعا. طيب من وجهه نظرك يعني حكمه الاستمرار او وصفه للسعاده الزوجيه. حكمه للسعاده الزوجيه من خلال خبرتك وتجاربك. انا يعني انت من زمان. من خلال خبرتي وتجاربي. ان كل طرف يصرح التاني بالعيوب والحاجات اللي مضايقاه من التاني. يعني الشفافيه والمكاشفه. الزوجه تقول للزوج هي تعبانه ومتضايقه منه ليه. ويحاول يغير من نفسه بدل ما تكتم وتضطر انها تدور على بديل في العالم الافتراضي. وهو يقول لها ايه الحاجات اللي نفسه فيها يعيشها معاها عشان تطور من نفسها ما يضطرش ان هو كمان يدور على واحده تانيه يتجوزها. انا رايي ده كله في كتاب. ما انا هعمل واحنا هنستضيفك تاني. فاكر زواج التجربه؟ فاكر انا زواج التجربه. عملته كتاب. ان شاء الله هنعمل كتاب للبارت تايم. لا وكمان خبرتك في العلاج المآسي والثقوب في مؤسسه الزواج. نحن نحتاج تأهيل للاسره وللزوجين وتوعيه للاسره احنا والزوجين. كنا عاملين مبادره لفن اداره المشكلات الزوجيه. حلو ده قوي. واليات اختيار الشريك المناسب. اسمح لي استضيفك مره اخرى. انا تحت امرك. العنوان ده مهم جدا. اداره فن إدارة المشكلات الزوجية. فن إدارة المشكلات الزوجية. طبعا. نورتني. بشكرك على هذه الإضافة. شكرا أستاذ محمد. ويعني لو في أي حاجة بعتذر عنها. لا 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 خالص خالص. وأنت راجل فاهم الإعلام. لا أنت فاهم. أنت فاهم إعلام وده عادي يعني في خاصة القضايا العامة. القضايا العامة كده لازم يبقى في معاه وفي ضد يعني. أنا مش ضد النقد. أنا بس ضد الشخصنة. بشكرك وأنا معاك. بشكرك. بعد الفاصل في فقرة أخرى انتظرونا والثامنة.